بطريقه مع قضيه البحيري، راه ماشي الاولى، ربما الرابعه، لان عنده سوابق. السابقه الاولى امتى كانت؟ 2014. في 2014 الناس كيتذكروا بانه لانجا كانت عينيها في حلحول، لاعب متالق مع المغرب الفاسي، كانت باغا تجيبو كذا الى اخره. فاللي وقع هو انه بقدره قادر السي ديك الساعه، بطبيعه الحال انه السي بودريقه باقي على رئاسه اللاجا، مشى سمعنا بانه حلحول انتقل الى المغرب الفاسي. بل اكثر من هذا، انه الصفقه يعني عطاو بركان، عطات المغرب الفاسي 70 مليون ياك، بركان قالوا لهم لا بغينا 100 مليون سينو ما يتباعش، 100 مليون دونك. سي بودريقه اللي كانت الجماهير الجويه كتسنى فيه غيجيب حلحول، لا مشى خلص ديك 30 مليون، ولا الوثائق باقي كاينه، ولا قال دو على الصحافه، ولا منشوره في موقع التواصل، وعندي الصوره ديال الشيك كاع 30 مليون 300 ميل درهم اللي خرجات من الحسابات ديال واحد الشركه اللي هي مملوكه مناصفه ما بين السي بودريقه وواحد الشخص اخر. هذيك الشركه تصوروا انه في راس مال ديالها يلا تاسات، لان الصفقه ديال حلحول وقعت في سبتمبر 2014، متفقين؟ والشركه اللي شرات اللي تسحبات 30 مليون من الحساب ديالها هي شركه يلا تاسات في جوان، يعني شهر 6 سبتمبر، واحد شهرين تقريبا 3 شهور باش تاسات الشركه. والشركه شحال في راس مالها؟ 10 المليون، حتى 10 المليون، مليون ديك الساعه لي ساغل لي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، راس المال ديالهم كانت غير 10 المليون، دابا طلعت داكور حتى 10 المليون، كانت 10000 درهم، مليون ديال السنتيم، 10000 درهم ما بين 10000 حتى 100000. دونك الشركه تاسات اللي هي سميتو براس المال ديال 10 ديال 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 مليون، 10000 درهم، تصوروا عندها 10000 درهم في راس المال ديالها مليون، وعاطيها شيك ديال 30 مليون، كيفاش داروا لها الله اعلم. المهم الشيك خرج باسم ديك الشركه، ديك الشركه مناصفه ما بين بودريقه واحد الشخص اخر بلا ما نجبدوا سميتو، راه حتى هو كان مسير في الرنجة، وهما اللي كملوا 30 مليون للمغرب الفاسي باش حلحون فين يمشي؟ يمشي لبركان. وكانت تصريحات باقي عندي انا، واحد المنشور تيقول بانه كيفاش القضيه، تيقول انه ما رئيس الجامعه كانوا سولوه ديك الساعه، كان ديك الساعه قال لهم ودي انا ما عنديش مشكل، انا كنت باغي اللاعب وهذه وكذا الى اخره، وصديق بودريقه صديق، راه استعمل الشيك ديالو، هو البروبليم استعمل الشيك ديالو باش يكملنا، هذا كان غير سلف ورديناه ليه باغ لا سويت. دونك هذه الاولى، اذا غير باش تعرفوا بانه بودريقه راه ماشي عنده سوابق مع الرناجه، مع الاسف وقرناه بزاف، ولكن راه عيق بلا قياس، راه كثر على الرناجه. دونك بين هو ليكارت ديالو بين مصطف رسميا ضد الرناجه، لهذا حتى حنا غنصطفوا ضد بودريقه. السابقه الاولى قلنا حلحول، طيب السابقه الثانيه هي الملف اللي كتذكروا ديال البوفتين، بوفتيني الرجا كانت باغا تجيب بوفتيني من الحسنيه، وكانت باغا تجيب النفاتي من وجده. طاطا انا هادي، وانا درت، وانا بغي نفعل، وانا بغي نخلص، وانا هضرت مع رئيس ديال المولوديه، وراه ان شاء الله هادي وغيجيو للرجا كذا الى اخره. السيد مشى كيتفاوض هو مع الناس ديال وجده، بغى يجيب اللعابه، وكيورك على انيس ديك الساعه اليبوك، تيقول انيس محفوظ سميتو فينا هما، خصكم تشريو هاد اللعاب هادو، راه صافي راه تفاهمت معاهم الى اخره. انيس بطبيعه الحال بانت ليه الصفقه طالعه، الفلوس ما كاينينش، راك عارفين انيس ما بغاش يكمل الصفقه، ما بغاش يكمل الصفقه السيد، راه يعني خارج كيقول لهم انا بغيت نساهم في الصفقه، ما ساهم في والو، كون بغيت يساهم كل تشرق كل جا نفاتي كان باغي يجينا لاش كاع يمشي للخليج. دونك هذه الثانية تعرفوا ديما السيد، ودائما نفس الطريقة، كينقز من المقلة، دائما كيمشي هو يتفاوض في بلاصة رئيس الفريق، وهو اللي كيدفع السدر، ورئيس الفريق بحال تقول كيديرها كتدريب باش الرئيس يكون ديما تحت من يديه، كيلوي الرئيس يديه من تما كيزيرو من الأول، وديك اللعبة وقدام الجماهير راه كيبان هو المنقذ، بينما في واقع الأمر هو لا ينقذ ولن ينقذ الرجاء. طيب عندنا الثالثة، الثالثة هي هذه
ديال سميتو ديال السي البحيري ياك. تنظن هي الثالثه ديال البحيري. البحيري كنعرفوا بانه كانت هناك كنعرفوا القصه كيفاش جات الاول. انا عندي بالتواريخ ديالها وبسرعه غادي نسردهم. الخميس 21 يوليوز 21 كانت نقاشات ونداءات من الجماهير الرجوية بموقع التواصل وبدك وسميتو، لانه كان هناك واحد التثاقل في الصفقه ديال البحيري. فالجماهير الرجاء طلبات من سميتو من بودريقه، كتبات لي وانا شفت المنشورات، خاصك هنا فين تبان وهنا لك التراجاوي ويلاه بان. ياك انت قلتي شحال هادي راك بغيتي تجيب لنا فاتي ويلاه انت دابا عندك مع وجده، عندك مع رئيس ديال المولوديه وهو من الحزب ديالك، اذا ما كاين باس يلاه سيدي يلاه بين لينا. طيب نهار الجمعة 22/7 الغد كان هو في كازا، كانت هضرة، التقى مع الغريم، التقى مع كانت مكالمة بينه وبين رئيس الرجاء، كان كيتهرب من المكالمات ديال رئيس الرجاء كما قال بدراوي على لسانه، قال لك وديت معاه موعد كاع أخوة بيا إلى آخره. المهم في هذا الوقت هذا، في الوقت اللي سميتو لاخر يعني باقي ديك الساعة بودريقة باقي في كازا ياك، في العود اللي غادي يمشي ديك الساعة يتصل بسميتو هو ويفضي المشكل. لا اش قال لهم؟ كتب لعباد الله جاوبهم قال لهم نهار السبت واحد حداك في كازا. انت قد يقول لي فين يا ودني؟ تيقول لك هي ودني. السيد حداه في كازا، هو قال لهم لا نهار السبت غيكون المؤتمر وغادي نهضر انا معاه. اذا الناس كلها تبعت هذا المسلسل ياك. من بعد سيدي في لو 30 شحال هي 22 23 22 7 سميتو في 22 نيت هذاك داك النهار ديال الجمعه 22 يعني الصباح بحال دابا الصباح لاح بودريقه داك الرساله ديالته المنشور ديالو. في العشيه كيخرج هو وتيقول لك تصريح، تيقول لك انا توصلت بجوج العروض من المغرب الوداد والرجاء وكذلك عرض سعودي، وانه الوداد عطاونا 600 وحكا سميتو غتكون مقسومه على سميتو 400، عطاونا 400 غتكون كاش، بينما الرجاء حتى هما عطاو 400 ولكن مقسومه على ثلاث دفعات وما اتفقناش، وحنا سميتو زيد الوداد غادي يزيدوا لنا 25% اللي غيدفعوا النصيب ديال الزمامه. هادشي في لو 22 والسيد باقي كيخلينا نحلموا من نهار السبت امتى غيكون هو، تا يرجع هو الوجده عاد هو يجلس معاه وعاد هو غادي يهضر معاه. لو 30 لو 30 ياك فات المؤتمر فات كلشي. لو 30 تعلن انه سميت دارت مولية وجدة بلاغ كتقول بانه رحنا بعنا اللاعب الى مولي الى نهضة بركان الى اخره وكنتمنوا ليه التوفيق الى اخره الى اخره. اذا سميتو يعني شنو نقول؟ يعني كيبان لك بانه ثلاث احنا هادشي غادي تفكر تخلي لي نسيت هادو ثلاثه ديال العمليات تيبين لك بان هناك سوابق عند هذا السيد وانه دائما ما يتدخل وكانه يتدخل لافشال الصفقات.